يلا خلاص. يا شوف استاذ، انا مع مدرسين ثانيين ما عمره صارت زي كذا، انتظر التسجيل يسجل. لا خلاص سجل، خلاص بقت شغال اهو. يلا لا يا عبد المجيد، هو كذا. ما انا عندي سؤال ثاني، يسجل ورا بعض يعني، يسجل هو يسجلها مقاطع، هو مشترك في زوم، ما ادري يمكن عشان انا مشترك. طيب يلا، هو مشغل شغال التسجيل اهو، نكمل خلاص يلا. اوكي يلا بسم الله. مديني الشكل ده برضه، ده السؤال ده كويس اهو. مديني الوصله ديت مالها بين كونكت عند الايه، ادي النقطه ايه، وفي بين اهو. لو انا بصيت احط رد الفعل ولا ردين، اشوف السطح بتاعه مستوي، اداه مستوي ردين بين فعل، يبقى ابص على الارتكاز بتاعه. ماله بقى؟ قال لي اند ريستد ومريح حوالين سموث سبورت عند البي. دايما احنا دلوقتي كله هيبقى سموث، عمره ما يكون في فراكشن او رف خشن. امتى؟ في شابتر 8 بقى يبقى يجي لي، عشان يبقى في معامل احتكاك هنا كده، لكن هو ده كله هيبقى املس. طيب لما يبقى املس، ارسم واحد عمودي على السطح اهو. الراجل ده بيشد كده، يقوم هو يخبط، الراجل ده يخبط فيه، هو يدف بعكسه. يعني نفترض ان انا مش واخد بالي من رد الفعل، انا بدف كده لتحت، يقوم يخبط في النقطه عند البي، يقوم البي ده يدفه، يبقى رد الفعل فين؟ لاسفل اهو. هنشد كده اهو، كده كده يبقى انا عندي هنا في واحد. نعم، يبقى هنا في ايه؟ الصوت يقطع يا استاذ، ما سمعنا ايش تقول طيب 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 الحين. كيف اقدر اميز اقول فوق ولا تحت؟ ما انا بقول اهو، ما انا خد بالك، انت بتلف دي كده معايا، لما تلف ديت الصباع ده يطلع لفوق، معك. لما يخبط في النقطه بي، يقوم النقطه بي تعمل فيه ايه؟ تدفه لتحت، مش هي بتنضرب لفوق، يقوم هو النقطه بي رد الفعل يدف لتحت. فهمنا القصه جت ازاي؟ يبقى في قوه جايه على الذراع من النقطه بي، لان الذراع بيضرب بيه لفوق، يقوم هي البي تضربه لتحت، يبقى كده اللي هي لقوه فعل لقوه رد فعل. يبقى انا عرفت رد الفعل فين. طيب يبقى انا عندي هنا ان بي، وفي هنا عندي هنا ردين فعل، واحد كده وواحد كده، في اي اكس وفي اي واي، ماشي. فبيقول لي احسب الهوزنتال والفيرتيكال كومبوننت اوف الرياكشن عند النقطه هي، عايزين نجيب دول الاي اكس والاي واي. طيب انا رسمت على الشكل، ارجع تاني ارسم الفري بودي دايجرام اهو، الشكل بتاعه، الشكل بتاعه كده. اللي عندي المومنت هنا جاهز 90 نيوتن في متر، في قوة هنا 60 نيوتن، الأبعاد نص متر، هنا 1 متر، قلنا عندنا هنا في قوتين، هذا إيه واي، أو نخليها من فوق أحسن يعني عشان تبقى باينة على الرسم أهو، هنا إيه واي، وأحط هنا أهوت هفترضها إيه إكس في الرسم بس عشان تبقى، انما ديت اكيد اهي هنا، ده ال ان بي، وعامل الزاويه ديت 30 درجه، والمسافه دي 75 بس، وده النقطه ايه. طيب عايزين بقى نجيب دول، فانا اشوف هل كل القوه عندي في اكس وواي؟ لا لسه، دي يا استاذ دي مش في اكس وواي، لازم اخليها في اكس وواي. يبقى انا بستخدم شابتر 2 عشان نخليهم لازم في اكس وواي، اقوم جاي عندها واسم اكس وواي اهو، ولازم احللها، احللها ندخل الزوايا عندها، الزوايا عندها كده كويس، الزاويه دي 30 تبقى الزاويه دي كام؟ 60. ما ينفعش احلل ب 60، امال احلل باللي جنبها 30، وهذا مرسوم عمود، مش احنا متفقين ارسمه عمودي اهو، فنقلت ال 30 نزلت ده كده، ده قائم بقى، ده 30 دي 60، والغاز من انا راسمها اللي هو رد الفعل ده عمودي، يبقى الزاويه دي 30، يبقى اجي احلل ال ان بي في واحد تحت كده اهو،
اكتب هنا ان بي كوزاين 30 وهنا ان بي ساين 30 كده. انت حللته ليه؟ عشان لما اجي اطبق اف اكس واف واي ما احتس بقى وقته كده. انا رسمت كله على الفيبو دايجرام اهو. ماشي، تعالى بقى نبتدي ايه اديت وهيت، ودي اخليها احتاجها. ايوه احتاجها لما هي لانه عمودي، احتاجها في المومنت جاهز. طيب انا بفكر اهو، بفكر بصوت عالي، لو انا طبقت اف اكس عندي مجهولين ادا واحد والاي اكس، اطبق اف واي مش نافع، في اتنين مجهولين، يبقى مش هينفعش الا ابتدي بالمومنت. اخد عند النقطه اللي فيها مجهول كتير اللي هي النقطه مين ايه، عشان ده اي اكس واي واي اهو. طيب ده جاهز 90، خدوا اول واحد ماشي مع عقارب الساعه، ادوا سالب 90 جاي معاه من غير ما ارسم بقى. طب ما نضرب المسافه. طيب لا، المومنت الجاهز ده مش محتاج، ده هو كانه قوه في مسافه جاهز، قوه في مسافه جاهز يعني جاهز صحيح. بعد كده نيجي بقى الاس اوكي، الستين هو بيلف لانه مكتوب متر عشان كده يعني هي نيوتن في متر. ماشي، دي ملاحظه كويسه، ولقيت راسم مومنت جاهز اهو اتجاهه. ماشي، نيجي بعد كده 60 اوكي تمام. عملت السهم ولقيته بيلف مع عقارب الساعة، يبقى سالب 60 المسافة عند النقطة ايه بواحد. هاي قلنا اي واي واي اكس خلاص، ما في عند الان بي جاهز لان المسافة العمودية جاية، عشان كده قلت لازم تبقى موجود. طب ليه انا اهملت ال اي واي وال اي اكس ليه؟ ما بتمر بالنقطة، مش احنا قلنا القوة اللي بتمر بالنقطة او القوة خط عمل القوة لو بيمر بالنقطة ملاش مومنت، كتبناها بالعربي بالزيرو. نعم بالزيرو. طيب لو كانت 90 عند النقطة ايه ما ناخذها صح؟ لا حط 90، ازاي الكلام ده؟ المومنت ده لو كاتب النقطة، لاني انا امس شفت شرح لا. واحد قل لو كانت عند النقطة تشيلها. لا لو كانت قوة انما طب اذا كان سهم، لو كان سهم 200 مثلا مو مومنت، سهم 200 اهملها. سهم ازاي؟ صحيح؟ سهم ازاي؟ قوة يعني زي يعني دي. قوة قوة زي دي كده صح؟ مثلا اي زي كده ملهاش لو على ايه؟ ملهاش مومنت صح كده، ملهاش مومنت انها بتمر بالنقطة ايه؟ ما هو السبورت احنا قلنا ده قوة عادية، مش انا مش موجودة بفترضها، لا ده هي موجودة فعلا زي دي اكسترنال فورس زي 60 موجودة مش انترنال، لا ده هي موجوده فعلا بالفعل. طيب خلصنا 60، خلصنا الاي اكس والاي واي، نيجي للان بي. الان بي دوت اهو بيقطع وبيلف بالموجه. الان بي المسافه بتاعته اهي جاهزه 75 لان هو عمودي، في مسافه عموديه مرسومه ما بين النقطه ايه والنقطه بي اللي هو عندها، كل ده يساوي صفر، مفيش قوه ثانيه خلاص. اللي بالسالب ده وديك جهه ثانيه ينجمع 60 و90 يبقى 150 على 75 يطلع 200. بعد كده اجي بقى بعد كده اجيب الاف اكس والاف واي، ارسم ثاني اوضح بس الاف اكس اهو وهذا الاي واي اهو. هذه المسألة صفحة 2 عندي اي اكس اهوت اف اي خلينا نظبطها يمشي كده موجة، مين اللي يمشي كده؟ اي اكس انت حاططها بالسالب، حاططها بالسالب اهو. وبعدين الان بي ديت حللناها واحدة يا استاذ واحدة لتحت. طيب يبقى ماشي كده سالب برضه كده يا استاذ انت كاتب اهو مفيش مشكله اهو، يعني الاي اكس تطلع بالسالب الافتراض اللي انا افترضته بالسالب، فممكن طالب يلحق بالقلم رصاص ويعدلها او يسيبها زي ما هي اهو واكتب له سالب اهو 200 ساين 30، الساين 30 بنص يبقى يطلع سالب 100. اجي اقول له يعني الاي اكس تساوي كده 100 واعمل له الاتجاه كده عدلت ليه الاتجاه. طيب لو انا هستخدمها
في مطلوب تاني. نفترض ان لسه محتاج اي اكس وعوض بيها، احسبها زي ما هي سالب 100 زي ما هي وعوض بيها، ما عدلش، انما ده الناتج الاخير بقى خلاص ماشي. اطبق بعد كده اف واي، يبقى اللي في اف واي اهي استاذ اهي، ده واحده اهي نازله لتحت 30، الاي واي اهي طالعه لفوق وده نازل لتحت بس، وال90 قلنا ده مومنت ما يدخلش معايا، ده يدخل مع المومنت اللي زيه، مفيش حاجه تانية مفيش. يبقى الاي واي انقل الباقي ده كله هناك اللي هي ال60، وبعدين معاها الان بي اللي هي 200 كوزاين 30، يبقى 200 كوزاين 30 زائد 60، يبقى الاي واي هيساوي 233 205 نيوتن. مسائل سهله، لكن هو ما بيجيبش سهل كده، ده هو لازم يجيب لك شابتر فوق معاك ديستريبيوتد كانها ديستريبيوتد لود، ويلا دخل دي مع دي، ويجيبها لك مره مثلث ويجيبها لك مره مستطيل، وممكن يخليها فانكشن كمان، يعني يجيب داله كده اهو اهو كده كده، وهنا سبوت وهنا سبوت، ومدي لك هنا داله يكتب لك اف اكس لو مثلا 2 اكس تربيع، يلا طلع لي السبورت، ما يجيبهاش مباشره كده لا. فاحنا الاول نتدرب على دول، على المثال اللي هي السهله دي الاول اللي احنا شايفينها صعبه، لا دي سهله، وبعدين نبتدي نخش في اللي هو اللي فيه ديستريبيوت، هو ده اللي هو ده اللي طيب ده اكزامبل كتير ليه؟ انا شايف اهو ده بنقول عليه فيكسد ممبر مش بين ممبر، لو بين كان حط نقطه هنا كده، انما ده اسمه فيكسد ممبر. يعني فيكسد ممبر يعني عنده ردين فعل، واحد عمود على السطح كده مومنت. مين اللي هيقول لي ان هو فيكسد ممبر في السؤال؟ في السؤال هتلاقيه موجود اهو فيكسد ان الخط ده. يقول احسب السبورتد رياكشن وفي الكولر ايه، فين الايه اهي، في كولر فعلا اهي حلقات اهي، يبقى هنا في رد فعل واحد هسميه ان ايه اند السموث كولر الحلقه اللي هي بي اللي موجوده على ايه. يقول لي الكولر ده ماله؟ قال لي فيكسد اهو، عشان ده فيكسد يعني ثابت ما فيهوش بين، بط اتزقل لو تو سلايد، ولكن هو يمكن ان ينزلق خلال السي دي، يعني يطلع لفوق وينزل تحت مفيش مشكله، لكن هيمنع الدوران ولا يلف كده ولا يلف كده ما يقدرش، لان هو داخل جوه هنا ازاي يدور؟ عشان كده ده بنسميه فيكسد ممبر او فيكسد كولر زي ما هو قايل، بنرسم له مومنت ورد فعل. يبقى انا رسمت هنا ان بي وهنا اسمه ام بي، اول مره ارسمه مومنت اهو عند النقطه دي. طيب انا فرض اتجاهه عكس عقارب الساعه، عايزين نجيب دول، ادي واحد اتنين تلاته. طيب قلنا نيجي نرسم فري بودي دايجرام، مش هنرسم على الشكل ده اهو، الشكل دوت اهوت الصغير اللي هو A B ده، عندنا قوة هنا دي جاهزة اللي هي رد فعل N A، وبعدين هنا في المنتصف دي اكسترنال 900، وفي مومنت هنا 600. امتى يكون مكان ال 600 ده مهم؟ يعني لو 600 ديت هنا اي مكان مش هتفرق في الحساب اللي هو الكالكوليشن، لكن تفرق بس لما نيجي شابتر 7 ونرسم التشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام، دول مكانها مهم بقى ما نيجي شابتر 7. طيب يعني هنا مكانها مش مهم؟ لا، بس الاتجاه بتاعها هو اللي مهم عشان نشوف وانا بجمعها. وبعدين عندنا هنا قلنا قوه عموديه اللي هي الان بي ديت، عموديه على السطح ده، السطح المايل ده انا رسمته اهو حته منه اهي. طيب لما يبقى عمودي يعني الزاويه دي كده عمودي، ده الان بي اهو، وفي مومنت خلينا نرسمه بعيد اهو
اسمه ام بي. قلنا كل القوة لازم اخليها اكس وواي، اقوم جاي عند النقطة بي اهي وراسم محاور اهي. طيب من الشكل ده لازم اجيب الزاوية اللي هحلل بيها، يا الزاوية دي يا الزاوية دي. فانا اجي هنا اهو، انا رسمت اهو ادا الواي 45. ايوه كويس، بس انت استعجلت اهو اهو. بص كده ايه ايه، كمل كده نكمل كده، معلش نمسح دي المثلث اهو اهو. دي 45 دي 90، يبقى دي 45 ويبقى الزاويه دي 45 اهي. يبقى انا اجي احلل الشكل بتاعي اهو، القوه ديت اطلع لها واحده كده، بيطلع لها واحده كده لانها بتكمل اهي اهي. يبقى انت عندك هنا اللي هو ان بي كوزاين 45، ان بي ساين 45. نظبطها شويه كده، انا خليت القوه في اكس وفي واي. طيب المومنت ده وهننساه اهو. الأطوال بقى اه 2 متر، والزاوية دي مهمة اه 45. طيب تعالى بقى نشوف اهو، نفكر اجيب ازاي يا استاذ، عندي كم قوة مجهولة؟ ادي 1 وان بي 2 ومومنت 3. عندك انت كم معادلة؟ 3، هي اف اكس واف واي والمومنت. طيب يعني عدد المجاهيل هنا بيساوي عدد المعادلات اللي هستخدمها، ماشي ينفع. طيب تعالى بقى لو انا طبقت اف اكس مش هتنفع، ليه؟ هنا دي ما فيهاش في اكس، وان بي كوزاين ماشيه في اكس، ما استفدناش حاجه. انما لو بدات بواي ينفع، اقدر اجيب الحج ده، ما فيش، هو القوه الوحيده المجهوله في واي. يعني ايوه اهو، اطبق اف واي واللي طالع فوق موجب، لان الاف اكس ال 45 لحالها هذه من مع الاكس، بس انها مجهوله تعتبر، صحيح؟ هي ال ان بي اللي ها، لا لا اللي هي اللي عندي ان اي اللي جنب الاثنين دي. ليه ما اخذت الاف اكس؟ ما بداش اف اكس لان في قوه اهي، شايف عمال اشخبط عليها ايه، اللي هي مش انا حللت الان بي دوت، حللته في كوزاين وساين، ففي المركبه بتاع الكوزاين ماشيه في اكس، فالان بي مجهول، يبقى ادخل معادله فيها الان اي والان بي، ان بي كوزاين، يبقى كده ما استفدناش حاجه، يعني عندي مجهولين، يبقى لازم اجيب واحد في الاول تاني. هنا هنا كده، هنا في ان بي كوزاين 45، وفي نفس الوقت في ان بي ساين 45، وهنا ان اي، وعامل هنا كده قوه اللي هي 900، وفي مومنت هنا، ورسمت مومنت هنا كده كمان اهو. ده كده اللي موجود عندي. فلو اكس دي مجهوله ودي مجهوله، ماشي ما استفدتش حاجه، هكتب المعادله بس انا مش عارف احلها. انما لو كتبت اف واي اهو، ان بي ساين طالع لفوق، ان بي ساين نازل تحت 900، ماشي. يبقى اذا ان بي انت تاخد 900 على ساين 45، 900 على ساين 45 بتطلع 1272.79 نيوتن. حلو كده، طلعنا دي كده. لو طبقت اف اكس ينفع؟ اه ينفع بقى اهو، اهو اف اكس يساوي صفر، مفيش الا قوتين اتنين بس، سالب ان ايه جاي كهادي اهو، وجاي عليه اللي هو موجب ان بي كوزاين 45. اذا اودي الان ايه الجهه الثانيه، يبقى ان ايه هيساوي الان بي اللي هو 1272 كوزاين 45 نيجي بقى للمومنت. اجي المومنت، خلينا نمسح الحبه دول عشان نيجي للمومنت.
مومنت حوالين، اخد او انهي نقطه، اخد النقطه برضك اللي عندها قوه كتير عشان ما تلخبطش. مين النقطه اللي فيها زحمه؟ النقطه اللي فيها زحمه دي يا استاذ عند النقطه بي، فيها ان بي كوزاين وان بي صفر. لو كانت عند النقطه ايه مفيش مشكله، تبقى احسن. احسن ليه؟ هبدا اقول اللي احسن ليه. ها؟ لا احسن ما انت هتدخل قوتين ان بي كوزاين وان بي ساين. لا ده انت هتكلكع الدنيا يا استاذ. لا عن احسن حاجه البي، يعني انت هتزود عدد القوة. انا كنت بقول احسن بحيث انني ما حللش الضلع ده اللي هيتحلل معايا برضه حتى لو خدت نقطه ثانيه. يبقى انا هاخد عند النقطه بي اهو، ركز بقى عند النقطه بي في مومنت اهو. اوعى تقول لي ده بسيف، لا ده له قيم، ده في مومنت انا رسمه وله قيم، هو هيساوي صفر واول واحد هكتبه في ام بي بدور عليه. والصدفه بس انا كاتب هنا ام بي وهنا ام بي، لا ده قيمته، دي اسمها مجموع المومنت حوالين بي، ده قيمته في مومنت عند البي. مومنت موجود جاي من الصباغ، ما تجيش بقى تقول لي انت قايل بتساوي صفر، لا ده مومنت بالصدفه عايز تخليه بلاش نقطه بي، بلاش بس ده مومنت خارجي. طيب يبقى ده موجود اهو، لكن الان بي كوزاين يساوي صفر والان بي ساين يساوي صفر. نمسك ال 900، 900 دي بتلف مع عقارب الساعه، يبقى ادي لها سالب 900 هي ماشيه في واي. المسافه كام؟ بواحد. خلينا نطلع فوق ابص تاني. واحد 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 مثلا نجحنا هنا بس الابعاد واحد. كمان شوية المسافة دي واحد متر ودي واحد متر، يبقى 900 في واحد. طيب في يا استاذ مومنت جاهز اهو 600، اه ماشي مع عقارب الساعة، يبقى سالب 600. فاضل ال ان ايه؟ ال ان دوت مش عمودي يا استاذ، ده هو ماشي في اكس، اه بس المسافة ده مش عمودية، فانا محتاج المسافه العموديه اللي هي في اتجاه مين؟ في اتجاه الواي. يعني ال 2 متر دي يا استاذ تتحلل اه عشان اشوف البعد ده قد ايه. فانت بتحلل يطلع لي ده 2 كوزين ويطلع لي راسي 2 ساين الزاويه، صح كده؟ يبقى المسافه ده ايه؟ ال 2 حللناها هنا افقي، مش عايزها، انا عايز الراس. طيب الاتجاه بتاعه، الاتجاه بتاعه هبتدي النقطه كده اهو، النقطه والف الف واروح حاجه اللي هي بتلف عكس عقارب الساعه، يعني موجه احط زائد الان بي المسافه 2 ساين 45، كل ده يساوي صفر. كله بقى موجود. طيب الام بي بقى اللي هو المومنت اللي انت افترضته، ودي كله هناك، يبقى 900 زائد 600 بس ناقص ال ان بي اهو. ليه كتبت ان بي يا دكتور؟ ليه كتبت ان بي؟ احنا جبنا قيمتها فوق. ايوه ما انا طه عوضها، هذا هي اي عوضت عندها، ما تخافش انا كتبتها وبعدين خدت قيمتها حطيتها تحت. اي بس ليه ضربتها مع القوس ده؟ ما دي المسافه، خلي بالك هي جايه كده وانت بتجيب مومنت هنا، فانت لو مشيت كده اهو عايز المسافه ده العموديه دي، المسافه دي بجيبها من ديت بحللها، هنا في جزء وهنا في جزء، انا عايز الجزء العمودي اللي هو في كده. ها استاذ مو المفروض 2 بلس 2 كوس ساين 45؟ طب اقول لك، هقول لك تظهر مسافة. لا فاهم عليك يا دكتور، كلامك صحيح، بس اقصد مو المفروض مع 2 كوساين ساين معاها بلس 2 لان المسافة اللي هنا. اي يعني انا كده غلطت فيها صح؟ قول لي قول ما ادري استاذ. لا ما غلطتش، قول لي ليه ما غلطتش؟ قول لي ليه ما غلطتش؟ القوة دي فين؟ في اف اكس
صح. يبقى انا بجيب بعد فين؟ في واي. لو كانت القوه، اوكي لو كانت القوه في واي اوكي اجيب البعد في اكس زي ما انت قلت كده. يعني لو القوه هنا اصلحت الدكتور، اجيب كل دي كده، يبقى اخد ما الاثنين او الاثنين كوزاين زائد الحته دي كده. كويس. يبقى انا ببص للقوه بتاعتي، القوه بتاعتي في اتجاه مين؟ لقيتها اساس في اتجاه اكس. يلا قبل ما تخلص اهو، لقيتها في اتجاه اكس، يبقى البعد بتاعي هو الواي. يبقى كاني بمشي القوه اهو، رايح رايح جاي اهو، المسافه دي. فما بعملش انا كده بقى، المفروض انت عرفت ان انت من بعيد خالص اهو، واشوف البعد العمودي، فنزلت وحللت الاثنين دي. ماشي. هنكمل بقى اهو، 900 زائد 600 يعني 1500، ناقص 1272.79 في 2 ساين 45 كده هو يطلع. طلع المومنت بالسالب، طلع بالسالب. اه طلع كده الام بي، نغير الافتراض بس. ايوه برافو عليك. يعني العمليه ما فيهاش مشكله خالص. يعني احط كده اهو سالب الاول، ما ينزل شويه، سالب 300 سالب، هنشوف السالب بيعمل ايه كده. سالب 300 نيوتن في متر، او اقول له كده او الام بي بقى 300 نيوتن في متر. انا كنت مفترض بيلف كده، يبقى اعمله ازاي؟ الفه كده مع عقارب الساعه. كنت مفترض عكس، يبقى مع. طيب تعال نشوف اللي بعدها. ده كده المسائل ايه اللي انا شايفها سهل. نجيبها الاول لا صراحة الأخيرة شوي فيها شغل والله. لا أول واحدة كانت سهلة، أول ثنتين تقريبا سهلة، هذه والله فيها شغل لو شفت صراحة. لو شفت المسائل اللي بعد كده هتلاقوا، هتقول لا ده الاستاتيك دي صعب. ايوه، ما انا بقول لك الاستاتيك فيها جزء، معلش في الكلمه، رخم شويه، فانت لازم تاخد عليه. صراحة والله كلها رخمة صراحة. ما تخلص الاستاتيك وتاخد الميكانكس اوف ماتيريال هتلاقي يعني ممتعه شوي، لان بسألك عنها، سهلة ولا صعبة؟ ودي أخذها الترم الجاي ولا داينامكس؟ لا لا، الداينامكس اسهل بكتير منها. يعني ناخذ داينامكس تنصحني؟ الداينامكس ممكن ما تحتاجش فيها مدرس، انا بدرسها بامانه، بس بقول لك ما تحتاجش فيها مدرس. يعني إذا استاتيك أنا احتاجت مدرس، تبي الداينامكس واحتاج مدرس. انا بقول لك بامانه الله، انا بقول لك كده عشان تيجي تاخد عندي. لا انا بقول لك الداينامكس انا معايا مجموعه، بس انا بقول لهم كل شويه ايه الصعوبه اللي فيها. انت تجيب فيها اي بلس لو لوحدك، لو لوحدك تجيب فيها اي بلس. يعني بس تقعد منتبه مع الدكتور، هو بيقول لك الافكار، بس هم الطلبه ما بتركزش مع اللي هو اللي بيقول. لا مش مشكلة، هم يدمجون والله لو يجيبون فكرة لا لا لا، هو واحدة بعدين والله ما عندي مشكلة والله، دمج يدمجون أفكار 50 فكرة بفكرة واحدة. المسائل اللي بيحددها في الاخر اللي هو ماسكها دلوقتي اسمه سراج الدين، اللي هو المسائل اللي هو بيضعها في الاخر، 5 6 مسائل في اخر ليكتشر، ما بيخرجش عنهم الاختبار. يعني عندنا هو معطينا الدكتور بروبلم، مرسلها لنا اوراق كذا، بس انا ما جيت هنا. يا اخي ابعتها لي عشان هي ديت اللي بيجيب منها الاختبار. خلاص اوكي، هي دي اللي بيجيب منها الاختبار، الافكار بتاعتها. هو مش هيجيب نفسها زيها عادي، ما عندي مشكله يجيب الفكره، بس لنا يا ولد والله اختراعات، لو شفت المد اقسم لها اختراعات. طيب احنا هنحفظ ده كده عشان احنا خلصنا الجزئيه دي بتاع خمسه. لو احنا نبدا ونخش على جاهزين ناخد 6 ده، يعني ما ادري ليش ولا تاخدوها بكره. صراحه بالنسبه لي شوف بكره خلاص، والله صدعت انا. طيب بالله عليكم اذا الشباب يكملون اكمل، ما عندي مشكله. الثيوري هذه يا استاذ بس ايه ده اللي هو الدكتور، وخدت من جعفر ثلاث اجزام اللي هم مش معقدين. بعد كده ناخد احنا، شفتوا معاكم الكويز 5 و6 بس؟ إيه لا بس 4.5 5.1 5.2 6.1. استنى بقى، قول تاني كده بقى، تاني كده 5.3 بعد ما هو موجود يا شباب. شلون موجود معانا؟ حدش بعته موجود معانا. لا مو موجود يا شباب، هو اوكي موجود معنا في السيلابس، بس الدكتور ما شرحه.
إلا اشرحها، أذكر مقطع اشرحها فيه. طيب شوفوا أنا دورنا أمس مع الشباب، خلنا بشوف الشباب أرد لك. أنا ما أتذكر ما كمل دكتور استاذ. الفايف بونت سي مش معاني، يعني الاكزامبل اللي هو حددها لكم او الدروب اللي حددها لكم ارسلها لي كويس. اوكي تمام ما عندي. لو هو اداك الارقام اكتب لي بس الفيرجن اللي عندكم هو 14 ولا 13، شو هو شغال من اي كتاب. برسل لك كتاب، هو عندي كتابه. خلاص خلاص يبقى كويس عشان ما اقعدش ادور في دوله ابدا. يعطيك العافية أستاذ والله ما خوش ما قصرت بس الأول بعتوا الإكزامبل والباقي السلايدات لأن اللي معايا اللي بعتوهم دول ما بعتوش حاجة تانية. أنا راح أبعث لك اللي عندي شوف إن شاء الله. طيب. بس هو شو اسمه الدكتور حنا حقنا ما شرح 6.2 أتوقع خلاها بدرس واحد وخلى شابتر ثاني يعني شو اسمه سلايدات ثانية حاط إكزامبل 6.1 ما أدري هو دماجها مع بعض ولا كل واحدة لحال ما أدري هو عن تكلم عن إيش تقريبا نفس الشغلة دي. لا ده أنا شفت جسور أتوقع ده بنتكلم عن الجوينت ودي بنتكلم على السكشن طريقة السكشن الحل طريقة السكشن يعني نقطع الممبر أو نقطع التراسز في دي. فطبعا دي ديت يعني فيها شغل عندي شوي إنما والجوين الجوينت دي طريقة واحدة بس ما فيهاش اختراع يعني سهلة. انما لما تلاقي فيه تراسز كتير يعني عايز هنا ديت بنقدر نجيب في تراسز تراسز يعني عايزين نجيب القوه في كل تراسز واحده واحده انما احنا عايزين مره واحده في الثلاثه فالسكشن دي بتوفر الوقت جامد يعني فيها شغل واللي فاهمها تلاقي يخلص المساله بثواني عن الجيم. يعني اذا فهمنا السكشن عمرنا سليم يا دكتور. بس اللي عندكم ابعته لي انا عمال خلاص كل اللي عندكم سلايدات ابعتها لك كل المسائل ابعتها لي وانا اقوم انزلها ونحلها مع بعض. خلاص اوكي ماشي تمام يعطيك العافيه. طيب يعطيك العافيه. بكره بكره تاخذوا الساعه كام بالليل برضو؟ انا والله استاذ لو 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 طب شوي يعني العصر كذا على العصر افضل. طيب ماشي هنتفق كلنا بقى اهو يعني انا اكتب لكم في الجروب مثلا الساعه 4 حلو ما عندك مشكلة العصر ما في مشكلة. طيب ما مشكلة انتوا ما بعتوش انا هنبتدي بدل هو 6 لو بعت لو بعت الاكزامبل هنبتدي بيها ونحلها. طب الحين 6 هي 6 سهلة ولا صعبة؟ مية سهلة مية. طب احنا شوف مع الدكتور خلصنا 7 تقريبا 7.1 2 و3 في كل يوم راح ناخذ درس ولا كيف؟ لأن المشكلة الأسبوع الجاي بالنسبة لي أنا عندي الاثنين اختبار ستاتيك والربوع عندي 3 اختبارات. طب ده ده الاسبوع كم معلش ده الاسبوع كم احنا 13 الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي 13 14 15 معلش ده 3 اسابيع ما هو 16 شباب 16 عندكم مش في عملي؟ لا ما في عملي عندنا عملي مفيش عادي عندنا عملي. طيب يعني مفيش عملي مفتوحوش عملي ولا فيش. لا ما في احنا ما منزلين فيزياء. طيب طيب انا منزل كيمياء. الاربع اسابيع دول يكفينا ان احنا ناخد يوم بعد يوم يعني يوم ويوم لا يبقى احنا ماشيين كويس خالص مع الدكتور. كويس دكتور عشان طب بعد نرجع للبدايه لان الاساسيات نزفت في ال 2 في المعنى. طيب طب الحين 3 نحتاج شيء. طب نرجع ل 3 الكلوبريم. لا خلي بالكم خلي بالكم عشان انتوا كده هنشرح المنهج كله مش احنا متفقين اللي بعد من اول من اول 5 لحد الاخر صح؟ ايوه صحيح. واتفقنا على المبلغ عشان يبقى كلام على نور عشان ما تجيش تقول لي لا ده احنا اتفقنا على شيء وشيء. صح صح صحيح. احنا اتفقنا من اول 5 لحد اللي هو شطه 9 اللي هيدوه لك. لو لحقته 9 10 اتوقع. دويت صح. ده انا عشان كده اعمل لك تخفيض يعني اعمل لك 500 تيجي بقى من اول خالص. لا لا مو من اول يعني اوكي احنا مذاكرين من اول بس انه في عنده بس مسائل خفيفه اشياء بسيطه بس يعني لو نجمع حصه وحصتين نخلصها على الاشياء دي بسيطه زياده فهم بس يعني زياده فهم نقاط احنا فاهمين نقاط يعني ما فاهمينها شوي. طيب بس مو اسبوع هذا اسبوع الجاي يعني الاسبوع الجاي كله ضغط كله اختبارات فما نقدر. طيب حتى يمكن الاسبوع الجاي يعني حتى الاسبوع الجاي يمكن ما نقدر ناخذ حصص يعني. طيب ما فيش مشكله حاضر
يعني الحين الشباب عندك اختبارات الاسبوع الجاي؟ عندنا ايوه انا عندي أربعة. انا عندي أربعة. طيب خلي بالك. طيب الاول انا ارجع تاني للكلام، احنا اتفقنا بكره الساعه 4 اللي عنده المسائل اللي بعتها كويس، والزميل الخامس اللي هو ما دخلش يا ريت تكلموه لانه هو